مصر، مصر الكنيسة، مصر الوطن، ومصر الوجدان اللي موجودة في حياتنا كلنا. ما خبيش عليكم، أنا كان لي قبل كده شرف استضافة دكتور وسيم أكتر من مرة في اللقاءات التلفزيونية، لكن يعني أول مرة أتشرف إني أدير ندوة المتحدث فيها دكتور وسيم السيسي. دكتور وسيم يعني عنده صالون ثقافي مستمر أسبوعي في منزله لإحياء الوعي الثقافي والفني والسياسي، والحقيقة قيمة ثقافية كبيرة قوي وعلمية كبيرة. مش عارف إذا كان حضراتكم تعرفوا ولا لأ، دكتور وسيم السيسي أستاذ مسالك بولية، جراح كبير لدرجة إنه في عمليات باسمها، في عمليات اسمها سيسي أوبريشن. يعني العملية لما بيعملها الدكتور في العالم كله بيعرف إن دي أول من ابتكرها هو الدكتور وسيم السيسي الدكتور المصري. بالإضافة بقى لتخصصه الاختياري الرائع لعلم المصريات القديمة بالتحديد كمان، وبرامج كتير على قنوات كتير من ضمنها برنامج ثابت في عون تي في لسنوات طويلة بتحدث فيها عن الحياة في مصر القديمة، بتحدث فيها عن التعامل مع التاريخ بفكر تحليلي واستفادة آنية من التاريخ القديم، مش مجرد التعامل المتحفي مع التاريخ يعني. فالحقيقة عالم كبير، دكتور كبير، ما بيتأخرش أبداً بدون أي شيء عن إنه يلبي دعوة الكنيسة أو القناة أو أي مجتمع ثقافي أو منتدى ثقافي لزيادة الوعي. هدفي من المحاضرة بتاعت النهاردة برضو هي الوحدة والتوحد، وزي ان تاريخ الكنيسة المصرية الارثوذكسية وهي الكنيسة الوحيدة اللي تحط كلمة مصرية قبل ارثوذكسية لانها وطنية. الكنيسة المصرية الارثوذكسية كنيسة وطنية. احنا النهاردة الليلة دي اتمتعنا بهذه الامسية الثقافية، استعرضنا فيها الدور الوطني الكبير لكنيستنا القبطية الارثوذكسية في مصر الحديثة ابتداء من عصر محمد علي، وإزاي كانت الكنيسة على ممر العصور دي كلها بتتضلع بدور قيادي ودور وطني في سبيل حرية مصر وفي سبيل بناء الشخصية المصرية الأصيلة وفي سبيل تمتع أبناء مصر بالاستقلال وبنمو القومية المصرية الأصيلة وتحررها من عبودية الاستعمار والاستغلال. بنشكر الدكتور وسيم السيسي على العرض التاريخي الشيق اللي قدمه لنا، وبنشكر الإعلام الكبير الأستاذ إيهاب صبحي على إدارته الناجحة لهذه الأمسية الجميلة، ونلتقي دوما في أنشطة ثقافية بيقوم بها المركز الثقافي وبيؤدي دوره في نشر التوعية بالتاريخ المصري العظيم لأبناء هذا البلد، وشكرا جزيلا لكم. في عهد إسماعيل برضو بابا ديمتريوس توفى وجاء معه الرجل العظيم اللي هو البابا كيرولوس الخامس. لا بابا كيرولوس الخامس ده يعني حدوته كبيرة من ناحية الكفاح الوطني. في ذلك الوقت الذي جاء في إيدمت بابا كيرولوس الخامس كان سعيد باشا توفى وجاء بعد منه توفيق. كان اسمحوا لنا نختم اللقاء الشيق الجميل دوت بسؤال بيقول الدكتور وسيم، يا ريت لو حضرتك تحكي لنا جزء من ذكرياتك مع قداسة البابا شنودة الثالث مثلث الطوبة ورحمته. قداسة البابا شنودة يعني هو كان يعني صديق لوالدي وللأسرة كلها، ويعني حتى ايام كنت انا في انجلترا اللي درست الدكتوراه هو كان انجلترا، ويعني هو كان لان يعني ظهره كان تعبان شويه الفقرات وله ف انما وكنت يعني كنت ماسك الروتري كنا ندعوه من وقت لاخر كان في اللاينز ولا في الروتري، فما كانش يمر فرصه او مناسبه الا لازم يعني يديها فكاهه. يعني حتى اذكر مره راجع من انجلترا وكنت جايب مروحه جميله صغيره كده وبتاع،
وقلت لوالدي يعني يسلمها لقداسة البابا. فهو سلمها له وقال له ده وسيم جايبها لك من انجلترا دي بس كده عشان الوجه والجبهة. فرد عليه قداسة البابا قال له بلغه وقول له عاش اللي جابها. أحب أقول لهم أن لازم يعرفوا الدور الوطني للكنيسة المصرية الأرثوذكسية وكيف أنها ساهمت في يعني الدولة الحديثة، مصر الدولة الحديثة، وكيف أن كان لها دور كبير قوي في نجاح محمد علي باشا، معلم جرجس الجهري ومكرم عمر مكرم، هما الاثنين أطاحوا بخرشة باشا وآتوا بمحمد علي باشا وساعدوه إلى حد كبير. ولأن المواطنة كانت قبل محمد علي هي بالعرق أو الدين أو القرب من الحاكم أو القوة المالية، فبدأت مصر الحديثة بأن المواطنة يجب أن تكون بحادثة الميلاد. أنت ولدت على هذه الأرض يبقى لك كل الحقوق وعليك نفس الواجبات التي لأي إنسان آخر بغض النظر عن العرق أو الدين أو القوة المالية أو القرب من الحاكم. أحب أقول لهم أن لازم نعرف تاريخ كنيستنا كويس قوي، ويجب أن نعرف أعظم تاريخ لمصر وهو مصر القديمة. ويكفي أن إيجيبتولوجي هو التاريخ اللي العالم كله بيدرسه، ما فيش أي تاريخ يقدر يضاهيه، لا أمريكانولوجي ولا فرانكولوجي ولا بريتشولوجي. ويكفي أن إحنا أن فجر الضمير جاء من مصر، وأن العالم كله كان ظلام في ظلام إلى أن أشرقت مصر بفجر الضمير، فكانت هي الحضارة الأولى التي نهل منها العالم كله. ويكفي أن عمدة برلين الحالي كارين شوبرت له كلمة غريبة ومشهورة وهيلة، قال كيف كان سيكون شكل العالم اليوم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة. لن يعود لمصر وجهها الحضاري ولا قوتها إلا بتوحد أبنائها مسلمين ومسيحيين، وإلا بمعرفة تاريخها العظيم لأنه أعظم تاريخ. شكرا. الحقيقة أنا سعيد جدا أن أنا موجود مع دكتور وسيم السيسي العالم الكبير أستاذ المسالك البولية اللي العالم كله بيجري عمليات جراحية باسمه، اسمها سيسيز أوبريشن في المسالك البولية. والحقيقة مثقف كبير، والكلمة اللي سمعناها دلوقتي اللي استمرت يمكن لما يزيد عن نص ساعة بدقيقتين ثلاثة، كلمة كان فيها عبور وطني لوطنية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار التاريخ الحديث لمصر، بدءا من مصر الحديثة الدولة الحديثة مع محمد علي 1805. والحقيقة أنا سعيد جدا كمان بنيافة أنبا أرساني، لأن أنبا أرساني الحقيقة يعني من أول مرة التقيت بيه في آخر فبراير اللي فات يعني حسيت قد إيه حبه للوعي، وأنا بعتقد ده اللي بتحتاجه الكنيسة الأرثوذكسية دلوقتي. مش بتحتاجه بمعنى أنه مش موجود، لكن بمعنى أن كل راعي وكل خادم لازم يبقى مهتم بالوعي. عارفة الكلمة البسيطة المصريين طلعوها، اوعى اوعى لا تقع، اوعى لا تموت، اوعى عشان تعيش كويس خلي عندك وعي. فاهتمام سيدنا المرة اللي فاتت الندوة اللي كنت بتشرف بإني أكون المتحدث الرئيسي فيها، والنهاردة الندوة المتحدث فيها دكتور وسيم طلب مني أن أنا أجي من مصر مخصوص عشان أدير ندوة زي دي، دي ثقة كبيرة. ويعني بجد ربنا يخلي لكم سيدنا، ودايما يا رب تكونوا على ارتباط بالكنيسة المصرية وبالوطن مصر، علشان أنتوا ليكوا دور مهم جدا جدا جدا. وأنا لما باجي أو أي حد لما بيجي ممثلا لدعم هذا الدور، ندعم الدور ده. لما تشوفوا حد قامة كبيرة زي دكتور وسيم بيجي بيشد على أيديك وبيتكلم معاك وبيتصور معاك وبيرد على أسئلتكم، ده ارتباط. لأنه الإنسان المصري وبالذات المسيحي لما بيخرج برا مصر ما يقدرش أبدا يخرجها من قلبه. يعني النهارده كان يوم جميل جدا،
وكان الجو مفرح جدا في حضور الدكتور وسيم السيسي الدكتور المعروف والمشهور والمؤرخ الكبير، والناس كلها كانت مشتاقة انها تشوفه من ساعة ما اعلننا عنه. الناس كلها بس يعني الناس كلها جت، وكان في حضور كبير جدا، وكان الندوة من ضمن الحاجات الجميلة اللي ما حضرناها شفناش قبل كده، الهيصة او الطريقة بتاعت الحوار من الشعب والدكتور او الشخص اللي كان اللي احنا مستضيفينه النهارده. كان الناس كلها قاعده ساكته بطريقه جميله جدا، بحيث ان احنا كنا بنستمع وكنا مشتاقين جدا نسمع اكتر منه. يعني حاجه كانت حضاريه جدا جدا، وزي ما علق الاستاذ ايهاب صبحي ان احنا يعني هو من ضمن الحاجات اللي بيقولها اول مره اشوف حديث كان بيشيك بطريقه ديت.